مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاة تشاهدون فيها. مؤسسة الشهداء تشارك في المعرض الوثائقي الذي نظمته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب بمناسبة ذكرى استشهاد قبضة الهدى. عضو مجلس الرعاية ناصر شعلان يزور مديرية شهداء ذي قال للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة إلى ذوي الشهداء. أمل طالب عطية طالبة أخرى من ذوي الشهداء تنال شهادة الدكتوراه عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع، رئيسة المؤسسة تتفقد مشروع مبنى مديرية شهداء كربلاء المقدسة وتؤكد الحرص على إنشاء مباني حديثة لمديرية الشهداء. أكدت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري حرص المؤسسة على توفير مباني حديثة لمديريات الشهداء في بغداد والمحافظات. وقالت الشمري لدى تفقدها مشروع مبنى مديرية كربلاء المقدسة إن إنشاء المباني المتكاملة التي تضم جميع دوائر المديريات يوفر على ذوي الشهداء الوقت والجهد ويكفيهم عناء التنقل بين الدوائر لإنجاز معاملاتهم، مشيرة إلى سعي المؤسسة لتوفير مستلزمات الراحة لذوي الشهداء في مراجعتهم المديريات. طلعنا عن كثب على وضع البناية الجديدة وعلى ما تستلزمه هذه البناية وعلى ما تم إنجازه وما تبقى من الإنجاز، وبحمد الله اليوم مؤسسة الشهداء في خطوات جادة لإتمام هذه المشاريع التي تخدم شريحة الشهداء بإيجاد البنايات المناسبة لمديرياتها وخدمة المواطن لكي لا يتحمل من العناء في تعدد مرافق المؤسسة، وكل مواطن يأتي إلى بناية المؤسسة يجد كل ما يحتاجه في هذه البناية. اليوم بحمد الله تمت زيارتنا لهذه البناية وطلعنا على ما سنواجهه من مستلزمات جديدة ومتطلبات وأوامر غيار، وسنقوم إن شاء الله بتوفير كل ما تحتاجه هذه البناية الجديدة. رئيسة مؤسسة الشهداء تلتقي مراجعي المؤسسة من ذوي الشهداء وتدعو العاملين في المؤسسة إلى مضاعفة جهودهم لإنجاز ملفات حقوق وامتيازات ذوي الشهداء. دعت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري العاملين في المؤسسة إلى مضاعفة جهودهم من أجل إنجاز ملفات حقوق وامتيازات ذوي الشهداء بموجب قانون المؤسسة. وقالت رئيسة المؤسسة لدى لقائها عددا من مراجعي المؤسسة من ذوي الشهداء إن خدمة شريحة ذوي الشهداء شرف لجميع منتسبي المؤسسة لما قدمته هذه الشريحة من تضحيات في سبيل حرية العراق. فكرتنا كانت جيدة إن شاء الله على معالي الوزيرة، حكت ويانا وكل من تعبت وياه وقاعد مرة تسعى بالخير إن شاء الله، ودائرة مؤسسة الشهداء مؤسسة نزيهة ومعروفة من يعني كل دوائر الدولة. فالمرة يعني أخذت حكينا هسه والتقت بي أول واحد. نشكر المؤسسة التي استقبلتنا استقبال حافل، الله يخليها المديرة الوزيرة قابلتنا وكل أشغالنا قضتها، أن أي شغل عندنا أي عمل أي شيء هي تستقبلنا، المريض استقبلها، أنطتني عربانة كهربائية وبدني أسه بدل إيجار، الله يوفقها ويسلمهم ويحفظهم. وكل واحد يعني المؤسسة من كل واحد خليجي، مفتوح باب الوزيرة مفتوح،
اي واحد يجي السيد الوزيره مفتوح بابها زين، الله يوفقهم ويسترهم ويحفظهم، ان هم ولدنا هم هن. بالتعاون مع مديرية شهداء النجف الأشرف مديرية شهداء وسط توزع إعانات مالية بين ذوي الشهداء النازحين من محافظة نينوى. بالتعاون مع مديرية شهداء النجف الأشرف وزعت مديرية شهداء وسط إعانات مالية بين عدد من ذوي الشهداء النازحين من محافظة نينوى. مدير مديرية شهداء وسط نصير علي حسين أكد أن توزيع الإعانات المالية في محافظة النجف الأشرف يأتي بناء على توجيهات رئيسة المؤسسة ناجح عبد الأمير الشمري، وحرصا من المؤسسة على توفير متطلبات العائلة التي اضطرت إلى ترك مساكنها بسبب التهديدات التي تعرضت لها من قبل عصابات داعش الإرهابية والمتعاونين معها. من جانبه جدد مدير مديرية شهداء النجف الأشرف كاظم جاسم محمد حرص المديرية على احتضان النازحين من ذوي الشهداء وتقديم كل ما من شأنه تعويضهم جزءا مما فقدوه في نزوحهم من مناطق سكناهم. في إطار البرنامج الثقافي لمؤسسة الشهداء وبمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، عقد مكتب رئيس المؤسسة ندوة بعنوان الشهادة والحياة، ضيف فيها الشيخ الدكتور فيصل الكاظمي لإلقاء محاضرة تناولت الأبعاد الفلسفية للشهادة وأثرها في منح الحياة، سواء للشهيد انطلاقا من المفهوم القرآني للشهادة أو لمن بعده من أفراد المجتمع الذين تمنحهم تضحيات الشهداء فرصة الحياة بكرامة. استضافت مؤسسة الشهداء مشكورة في هذا اليوم لإلقاء محاضرة بعنوان الشهادة والحياة، كيف يمكن أن تكون الشهادة منطلقا لبداء الإنسان وتغيير الواقع نحو الأحسن. إن الدماء التي سقطت على أرض العراق الكريمة من شهدائنا الأبرار هي مسؤولية تحملنا أن نقف أمامها موقفا المتحمل لهذه المسؤولية، القائم بأمرها بما تنعكس على مواقفنا وسلوكنا وإتقان أعمالنا، وأن يكون مشروع وجودنا وحياتنا منطلقين من تلك الدماء الطاهرة التي سالت من شهدائنا. وفي هذه المناسبة أشكر وأثمن دور مؤسسة الشهداء على رعايتها لأسر الشهداء وأبنائهم وإقامة مثل هذه الملتقيات الثقافية والتربوية والولائية التي من شأنها أن تشد أسر الشهداء والعاملين إلى تحمل مسؤولياتهم في بناء العراق الجديد والحفاظ على مسؤولية دماء الشهداء التي منحها ذووهم والشهداء الذين ارتبطوا بهم. ونسأل الله تبارك وتعالى للشهداء الرحمة ورفع الدرجة ولذويهم الصبر والالتزام وللأمة الاقتداء والعمل وفق تلك الدماء الطاهرة. من أهم المهام اللي ضمن خطة عملي لخدمة مؤسسة الشهداء زيارة فروع المؤسسة ومديريات المؤسسة أنا أقول لليوم هناك غالبية العوائل هذه عوائل الشهداء لم ينالوا 10% من مما يستحقونه ومما يعوض المعاناة التي عانوها لسنوات طوال. أتمنى على خاصة
دولة رئيس الوزراء أن يرعى هذه المؤسسة وأن يصب جل اهتمامه بهذه المؤسسة وبذوي الشهداء، وبالإضافة إلى المسؤولين الآخرين، وإضافة إلى مجلس النواب ليقف إلى جانب هذه الشريحة التي عانت ما عانت طوال عقود. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قبضة الهدى، شاركت مؤسسة الشهداء في المعرض الوثائقي الذي نظمته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، عبر جناح ضم صور ومقتنيات الشهداء وإصدارات المؤسسة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. انطلاقاً من حرص مؤسسة الشهداء على تخليد مواقف وتضحيات الشهداء وحفظ تراثهم وفضح جرائم نظام البعث البائد التي ارتكبها ضدهم، شاركت المؤسسة في المعرض الوثائقي الأول الذي نظمته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تحت عنوان البعث والإرهاب وجهان لعملة واحدة، بالتعاون مع مؤسسة السجناء السياسيين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قبضة الهدى. بادرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في إقامة هذا المعرض بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ومع مؤسسة السجناء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المجتمع المدني لإقامة هذا المعرض. في إقامة هذا المعرض شاهد ودليل حي يعيش قضايا العراق، يعيش قضايا الشهداء الذين ضحوا من أجل العراق ومن أجل الشعب العراقي ومن أجل المظلومين في العراق. حقبة وفترة النظام الإجرامي البعثي طالت أبناء العراق شيبا وشبانا ونساء وأطفالا، واليوم هذه الصور وهذه الوثائق كلها دليل لكي يعيش أبناء العراق هذا الدليل حي في ضميره وينتقل للأجيال، ولا بد من الاهتمام بهذا الجانب. ونحن نتمنى أن يقام هذا المعرض في كل مفصل من مفاصل الدولة. هذا المعرض الأول مبادرة طيبة من الأخوة في لجنة الشهداء والسجناء وكذلك مؤسسة الشهداء والسجناء والأخوة في المفوضية. نأمل أن هذا المعرض يأخذ دورة في تعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد أن هذا النظام الفعلي هو نظام الجميع، وساهم الجميع من خلال دمائهم وتضحياتهم وتحمل آلام السجون والهجرة أقاموا هذا النظام. لم يأتي هذا النظام وهذا الوضع السياسي الموجود هبة من أحد، وإنما جاء من خلال جهاد ونضال وتضحيات كل العراقيين بكل ألوانهم، الإسلاميين والعلمانيين، الكرد، العرب، الشيعة، السنة، العسكريين، المدنيين وهكذا. نواب دعوا ضحايا نظام البعث البائد إلى وحدة الصف والكلمة ومطالبة السلطة التشريعية بتشريع قانون تجريم حزب البعث المحظور باعتبار ذلك جزءا من رد اعتبار الشهداء وذويهم. أعتقد لأصحاب القضية الحق واضح والمظلومية واضحة والجرائم واضحة، ولكن مع الأسف لحد الآن هذا الحق يحتاج إلى صوت قوي وعالي، ويحتاج إلى قلم يوثق هذه الجرائم، ويحتاج من يؤمن بها نتيجة معاناة حتى يمكن أن تظهر هذه الجرائم وتقف أمام الرأي العام العالمي للوقوف بوجه من قام بهذه الجرائم. إقامة هذا المعرض في هذا البرلمان أنا أعتقد مهم جدا، والسبب في ذلك هذا البرلمان أكثر من 8 سنوات لم يستطع أن يشرع قانون لتجريم حزب البعث مع أنه مذكور في الدستور في المادة 7، والسبب في ذلك لأنه أعتقد نسبة من اللي صدوا في البرلمان لا يؤمنون بهذه الجرائم، أو يعرفون الجرائم ولكن لا يهتمون بهذه الجرائم لقناعتهم بأجندات أخرى. ولذلك إقامة هذه المعارض مع وجود صوت عالي لإظهار هذه الجرائم لابد على الأقل الآن على البرلمان أن يشرع قانون تجريم حزب البعث اللي هي المفروض الخطوة الأولى اللي تؤدي إلى ما قالت العدالة الانتقالية. كل العالم يؤمن لابد لهذه المرحلة زراعة الاطمئنان في قلوب الضحايا بعدم عودة الظلم من جديد.
المعرض أريد له أن يكون محفزاً للذاكرة العراقية، سواء لمن عاشوا تلك الحقبة المظلمة من تاريخ العراق أو الأجيال التي لم تعاصر الدكتاتورية، لكي تظل تلك المآسي التي عاشها العراقيون حاضرة في الأذهان، فتكون ضماناً لعدم عودة حزب البعث البائد إلى السلطة من جديد. هذه رمزية في الحقيقة، وهو معرض رمزي لتأكيد وضع الضحايا في العراق، ومهما مرت السنين والعقود من السنين والقرون، أعتقد لازلنا نتذكر، ولا زال التاريخ والحاضر والمستقبل يتذكر فعل الطغاة، فعل الظالمين، ليضرب مثلا سيئا يذهب في الآفاق، لنبقى نتذكر دائما أبدا ذلك الإجرام البعثي البغيض الذي نال من العراقيين من شرفهم، من كراماتهم، من أرواحهم، من أجسادهم، من نسائهم، من رجالهم. هكذا في كل عام نجد أن هنا معرض، وسنبقى نحفر في ذاكرة الزمن فعل النظام الإجرامي في العراق. جدا مهم هذا المعرض، جدا مهم، على يعني صحيح جهود كبيرة بذلت فيه، ولكن جدا مهم، لا لشيء إلا لأنه يخلينا نتذكر ما جرى علينا بالـ35 سنة اللي سبقت 2003. ينبغي أن لا ننسى تلك الجرائم، يجب أن نتذكرها دائما، يمكن أن نصفح، يمكن أن نغفر، ولكن لا ننسى، ينبغي أن تبقى في ذاكرة العراقي، نرضعها إلى أطفالنا، يعني مع حليب الرضاعة، مع حليب الرضاعة، وما ننساها لأطفالنا لأجيالنا. هذه يعني لأن هي بوليصة التأمين الوحيدة لعدم عودة الدكتاتورية والطائفية والعنصرية والمذابح الجماعية والمقابر الجماعية والكيمياوي. شنو يضمن أنه ما ترجع؟ أن ما ننسى، لأن إذا نسينا معناها شنو؟ معناها جرائم هاي تنسى، وبالتالي مرتكبي جرائم ينسون. علينا أن دائما نتذكر وما ننسى صدام ونظامه، هذا ذاك النظام اللي يعني الفاسد الطائفي الدكتاتوري التسلطي الانفرادي، ينبغي أن لا ننسى. إنها وقفة تأمل يقفها أعضاء مجلس النواب ليستذكروا تلك الأرواح الطاهرة التي أزهقت على يد الدكتاتورية الآثمة، وتلك الدماء الزكية التي كانت مداداً خط به اسم العراق الجديد. زار عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء ناصر شعلان مديرية شهداء ذي قار لمتابعة عمل المديرية والوقوف على المعوقات التي تواجه العاملين فيها، بهدف تذليلها لتتمكن المديرية من تقديم خدماتها إلى ذوي الشهداء من أبناء المحافظة. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار المتابعة الميدانية للمسؤولين في مؤسسة الشهداء لشؤون مديريات الشهداء في بغداد والمحافظات، والاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها إلى ذوي الشهداء، والوقوف على المعوقات التي تعترض سبيل إيصالها الحقوق والامتيازات إلى مستحقيها من ذوي الشهداء، تحرص رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبد الأمير الشمري على إرسال ممثلين عنها لزيارة المديريات. اليوم زار عضو مجلس رعاية ذوي الشهداء ناصر شعلان مديرية شهداء ذي قار، ووجه بتذليل العقبات التي تواجه عمل المديرية. ضمن عمل مجلس رعاية ذوي الشهداء هو الدور الرقابي والدور رسم السياسات العامة لمؤسسة الشهداء، لذلك عضو مجلس رعاية كلفت من قبل معالي رئيس المؤسسة السيدة ناجحة الشمري بزيارة مديرية شهداء ميسان والمديريات المجاورة، ووفقنا الله لزيارة مديرية شهداء سماوة المثنى، والآن في مديرية شهداء ذي قار، وإن شاء الله سوف نتوجه إلى مديرية شهداء ميسان، وبعد ذلك مديرية شهداء الكوت. الغاية هي تكوين صورة عن العقبات التي تواجه عمل المديريات، وكيفية وضع الخطط والتوصيات لتذليل هذه العقبات. زيارتنا لمديرية شهداء ذي قار كانت مثمرة.
المسؤولون في مديرية شهداء ذيقار طرحوا كل المعوقات التي ما زالت تحول دون قيامهم بواجبهم تجاه ذوي الشهداء من أبناء المحافظة، معربين عن أملهم في أن تسهم زيارة عضو مجلس رعاية ذوي الشهداء إلى المديرية في إيجاد حلول ناجعة للمشكلات التي تعاني منها المديرية ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء. تأتي زيارة السيد عضو مجلس الرعاية الأستاذ ناصر شعلان لمعرفة المعوقات الموجودة من خلال عملنا. طبعا أعطينا تفاصيل عن هذه المعوقات اللي تخص عمل المديرية وعمل سير الملفات الخاصة بتعويض ذوي الشهداء، واستجاب السيد عضو مجلس الرعاية لطرحها على رئاسة المؤسسة لغرض الأخذ بالتوصيات ومعالجة كل المعوقات الموجودة من خلال عملنا اليومي. خلال هذا اليوم زار السيد الأستاذ ناصر شعلان عضو مجلس رعاية ذوي الشهداء مديريتنا، حقيقة عقد اجتماع مع مدير المديرية وكادر المديرية للوقوف على آخر الإنجازات والمستجدات في مديريتنا، واستطلع السيد عضو مجلس الرعاية على المعوقات كافة التي تعاني منها موظفين وكادر مديرية شهداء ذي قار، واطلع أيضا على إنجاز المديرية وأشاد بدور المديرية. ونحن إن شاء الله اتفقنا مع الأستاذ ناصر شعلان بتذليل كل المعوقات وصعوبات التي تواجه المديرية وصعوبات صرف مستحقات وتعويضات ذوي الشهداء. وتمثل الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون في المؤسسة إلى مديريات الشهداء فرصة للاطلاع على أحوال المديريات ومتابعة الخدمات التي تقدمها إلى ذوي الشهداء من أجل الارتقاء بأداء المديريات. في كلية العلوم بجامعة القادسية حصلت الطالبة أمل طالب عطية على شهادة الدكتوراه في الأحياء المجهرية بتقدير امتياز لتلتحق بقافلة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير. تواصلاً مع جهود مؤسسة الشهداء في رعاية الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء، شهد قسم علوم الحياة في كلية العلوم جامعة القادسية مناقشة الطالبة أمل طالب عطية عن أطروحتها للدكتوراه الموسومة دراسة وراثية على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في إصابات الأطفال حديثي الولادة. لجنة المناقشة قررت بعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالب شهادة الدكتوراه في الأحياء المجهرية بتقدير امتياز. الحقيقة كانت الطالبة متميزة في دفاعها عن أطروحتها. الأطروحة كانت رائعة جدا لأنه أنطى دراسة شاملة ونوعية ومتخصصة للإصابات اللي يتعرضون إليها الأطفال الخدج في العراق في الوقت اللي احنا نعيش ظروف قاسية جدا، ولكنها ظهرت بقوة علمية متميزة ودفاع كان رائع جدا ودلالة على انه هي فعلا طالبة متمكنة، وايضا بنفس الوقت هي ام لاطفال اثنين، فالموضوع كان يعني موضوع رائع جدا، وهي ايضا من المواضيع اللي حبت ان تشتغل به واشتغلت به بكل اخلاص وطلعت بنتائج جيده جدا، وتعتبر الدراسه يعني هذه الدراسه الشامله هي اول دراسه تظهر في منطقه الفرات الاوسط. مديرية شهداء الديوانية حرصت على حضور جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة أمل طالب عطية لتعزز بالدعم المعنوي الدعم المادي الذي قدمته إلى الطالبة طيلة مرحلة الدراسات العليا. تم حضور وفد من مديرية شهداء الديوانية لغرض حضور مناقشة الطالبة من ذوي الشهداء أمل طالب عطية وهي بنت الشهيد طالب عطية للدعم المعنوي، وسابقا تم دعمها من قبل مؤسسة الشهداء دعم مالي لغرض التفوق والتقدم.
الباحثة ثمنت جهود مؤسسة الشهداء ومديرية شهداء الديوانية لما حظيت به من إسناد ودعم وهي تواصل دراستها العليا. تلك الجهود التي لولاها لما تمكنت من إنجاز البحث المتميز الذي قدمته فاستحقت عليه شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز. اليوم أكملت بحمد الله وشكره مناقشة أطروحة الدكتوراه المعنونة دراسة وراثية للبكتيريا متعددة المقاومة المعزولة من الأطفال حديثي الولادة في مدينة بابل، علما أني من ذوي الشهداء، وأتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة الشهداء فرع الديوانية لكل ما تقدموا به من تعاون وما قدموه لنا من تسهيلات وخدمات لغرض إكمال الدراسة. وتحرص المؤسسة على أن تمنح المتفوقين من ذوي الشهداء الفرص لإثبات وجودهم بالحصول على الشهادات العليا في الاختصاصات المختلفة وفاء لدماء الشهداء. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.